أزوروا سيدتي ومولاتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله نيابة عن مولاي صاحب الأمر والزمان وعن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه كما قال صلى الله عليه وآله، أشهد الله ورسله وملائكته أني راضٍ عمن رضيت عنه، وساخط على من سخطت عليه، ومتبرئ ممن تبرأت منه، موالٍ لمن واليت،
معاد لمن عاديتي، مبغض لمن أبغضتي، محب لمن أحببتي، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.